پر لعنت، بر محمد و اہل بیت محمد با آواز بلند تر صلوات، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات. فرش آزادی مقبولیت واسطے بلند تر صلوات، اللهم صل علی محمد. خوانین دے مرحومین دے بلندی درجات بالخصوص خان فیض علی خان و اہلیہ دے بلندی درجات واسطے بلند تر صلوات. خان ذوالفقار علی خان، خان غضنفر علی خان دے رزق جان مال عزت آبرو دے اضافے واسطے بلند تر صلوات. اپنے اپنے مرحومین دے بلندی درجات واسطے بلند تر صلوات. اپنے گھراں دی خیر و برکت واسطے بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اپنی شرعی حاجات دی بجاوری واسطے بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الانصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة، فقلت عليك السلام، قال إني أجد في بدني ضعفا، فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الزعف، فقال يا فاطمة ائتين بالكساء اليماني فغطين به، فأتيتهم بالكساء اليماني فغطيته به، وسرت نظر إليه، وإذا وجهه يتلال كنه البدر في ليلة تمامه وكمال، فما كانت إلا ساعة، وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أما، فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي، فقال يا أما إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله، فقلت نعم إن جدك ضحت الكساء بلن تر صلوات. بارے دیگر با آواز بلن صلوات. فقلت نعم إن جدك ضحت الكساء، فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحبه، ذي قد أذنت لك، فدخل معه تحت الكساء، فما كانت إلا ساعة، وإذا بولدي الحسين عليه السلام بلن تر الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم،
قد اقبل وقال السلام عليك يا امه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا امه اني اشم عندك رائحة طيبة كانها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم ان جدك وخاك تحت لك سيف بن الحسين عليه الصلاة والسلام نحو لك السلام. وقال السلام عليك يا جد والسلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء؟ فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك ودخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي ابن أبي طالب عليه الصلاة والسلام بلنتر الصلوات. وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبو الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هما ولديك تحت الكساء. فأقبل علي عليه الصلاة والسلام نحو الكساء. وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفة وصاحب لباء قد أذنت لك ودخل علي عليه الصلاة والسلام تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا بتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال عليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك ودخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطاهرهم التطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم. فقال الله عز وجل يا ملائكة ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلقا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري
إلا في محبتها إلى خمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب تحت الكساء، فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ممعدن الرسال، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. تن مرتبة بأوازي بلن صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لكون مهما سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. وهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى، يقرك السلام يخصك بالتحية والإكرام، ويقول لك وعزتي وجلال إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلك محب بَتِكُمْ وَقَدْ آذَنَ لِي أَنْ أَدْخُلَ مَعَكُمْ فَهَلْ تَآذَنُ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ السَّلَامُ يَمِينَ وَحَيِّ اللَّهِ إِنَّهُ نَعِمَ قَدْ أَذِنْتُ لَكَ وَدَخَلَ جِبْرَائِيلُ مَعَنَا تَحْتَ الْكِسَاءِ. فقال رب إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بلنتر الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم. فقال علي للنبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاض شيعتنا ورب القعبة. فقال برسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا وفي مهموم من الله فرج الله همه ولا مغموم إلا وكاشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذن والله فضنا وسعدنا كذلك شيعتنا فاضوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب القعبة. بلنتر الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ناد عليا مظهر العجائب تجده أونا لك في النوائب كل هم وغم من إلى الله حاجتي وعليهم وأول كل ما رميت متقاضي في الله جد الله ولي الله لأدوك كل هم وغم من السجن جلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بولايتك يا علي يا علي أدركني بحق لطفك الخفي
الله أكبر الله أكبر أنا من شر أعدائك بريء بريء الله الصمد بحق إياك نعبد وإياك نستعين يا أبا الغيث يا غيثني يا علي أدركني يا قاهر العدو يا والي الولي يا مظهر العجائب يا مرتضى علي يا قهار تقهرت بالقهر والقهر في قهر قهرك يا قهار يا ذا البطش الشديد انت القاهر الجبار المهلك المنتقم القوي الذي لا يطاق انتقامه وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد الهكم اله واحد هو الرحمن الرحيم حسبي الله نعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير يا غياث المستغيثين اغثني يا رحم المساكين ارحمني يا علي ادركني ارحمني يا علي ادركني ارحمني يا علي ادركني برحمتك بمنك وجودك يا ارحم الراحمين تمام مؤمنين مؤمنات گزارش ہے مرتبہ سورۃ الحمد ترا دفعہ سورۃ قل هو الله احد پڑھ کے خوانین دے مرحومین بالخصوص خان اللہ بخش خانو اہلیہ اور خان فیض علی خان و اہلیہ روح نے اس سال کر دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وبالسبب الارواح المؤمنين والمؤمنات بالخصوص خان الله بخش خان و اہلیہ خان ظفر علی خان و اہلیہ خان فیض علی خان و اہلیہ خان صفدر علی خان و اہلیہ اور دیگر خوانین مومنین مومنات مرحومین شہدائے ملت جعفریہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد خدا علی بیت محمد واسطہ تمام مومنین مومنات اس مقدس بارگاہ چل کے اپنی پاک بارگاہ درجہ قبول رتا فرما. خدا علی بیت محمد واسطہ خوانین دی توفیقات مزید اضافہ فرما. خدا علی بیت محمد واسطہ خان ذوالفقار علی خان نو اور خان غزنفر علی خان نال بچیاں دے خاندان دے عزیز و اقارب دے دوست احباب نال رعیت نال آباد و شاد فرما. خدا علی بیت محمد واسطہ خوانین دے رزق جان مال عزت آبرو چ اضافہ فرما. رزق جان مال عزت آبرو دی حفاظت فرما. خوانین دے گھروں تے اپنی خصوصی رحمتاں دے برکتاں نزول فرما. خوانین دے گھروں ہر قسم دے شر شیاطین تو محفوظ فرما. ہر قسم دے جن انس دے شر تو محفوظ فرما. ہر قسم دی ارضی و سماوی بریا تو محفوظ فرما. خدا علی بیت محمد واسطہ پریشان حال مومنین دی پریشانیاں دور فرما. بالخصوص حاضرین دی پریشانیاں دور فرما. تنگ دست مومنین دی تنگ دستیاں دور فرما. بالخصوص حاضرین دی تنگ دستیاں دور فرما. مسافر مومنین دا سفر بے خطر فرما. خدا علی بیت محمد واسطہ علی جن ولی اللہ پنہ حلال دونی جس کو نے جبادن علی جان مال عزت عبر دی خود محافظت فرما. اس نازک دور چار شریف دی عزت محفوظ فرما. ساری ماما بھنا دھیان سیرت زہرہ سلام اللہ علیہ حت چلن دی توفیق عطا فرما. انہ دی ناموس دی حفظ. خدا علی بیت محمد واسطہ بیمار کربلا دست کا زاکر مشتاق حسین صحت کامل اور عاجل عطا فرما. اور دیگر مومنین مومنات بالخصوص حاضرین دے وچ روحانی طور تے بیمارن یا جسمانی طور تے بیمارن سین زہرا سلام اللہ علیہ دے زخمی پہلو دا واسطہ صحت کامل اور عاجل عطا فرما. خدا علی بیت محمد واسطہ بے اولاد مومنین اولاد سہلی عطا فرما. مولا دا عزادار عطا فرما. مولا دا ماتمی عطا فرما. بالخصوص مہ گناہگار نو مولا دا عزادار عطا فرما. خدا علی بیت محمد واسطہ
سن صحیح معنی مظلوم کربلا دا آزادار بنا، صحیح معنی مولا دا ماتمی بنا، آپس اتفاق کو اتحاد نہ رہن دی توفیق عطا فرما، دشمن اسلام دشمن قرآن دشمن اہل بیت دشمن پاکستان و نستو نابود فرما، سارے ملک پاکستان اس تحکم عطا فرما، خود اہل بیت محمد واسطہ حاضرین مومنین مومنات جو جو اپنے دل شرعی حجات لے کے ان پوری فرما، سارے وارث امام زمانہ ظہور تعجیل فرما، اساں امام زمانہ دی زیارت دے قابل بنا، اساں اپنے واجبات ادا کرن دی توفیق عطا فرما، پنج گانا نماز قرآن پڑھن دی اور اس عمل کرن دی توفیق عطا فرما، اساں آل محمد واسطے بحث زینت بنن دی توفیق عطا فرما، خود اہل بیت محمد واسطہ میں گنہگار دے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی پاک برگاہ درجہ قبول عطا فرما، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم کل ولیک الحجت ابن حسن علیہ السلام، صلواتک علیہ و علی آبائہ فی ہذہ الساعۃ و فی کل ساعۃ، من ساد الليل والنهار ولي وحافظ وقائد وناصر ودليل معين، حتى تسكنه ارزك وتمتعه فيها وطويلا، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم ولن ترسل صلوات.